اتصل به دكتور غيث أحمد مناف، أهلا بك. أهلا وسهلا دكتور، حدثنا عن مشاهداتك مؤخرا، هل صحيح أنكم نجوتم من القصف الروسي بأعجوبة؟ اروي لنا ما حصل من خلال متابعاتك للحرب الروسية على أوكرانيا. طبعا منذ أكثر من 98 يوما والحرب قائمة في الأراضي الأوكرانية، ونحن نمارس عمليات الإجلاء الخاصة بنا بصورة مستمرة. بالطبع نتعرض كل يوم إلى محاولات قتل واستهداف بصاروخي أو مضايقات من قبل الجيش الروسي المحتل في بعض الأماكن التي تكون على تماس مباشرة بين الفريق الإغاثي وأيضا بين قوات الاحتلال الروسية الموجودة في الجنوب الأراضي الأوكرانية وأيضا في شرقي الأراضي الأوكرانية. بالطبع نجونا والحمد لله بسلامة من هجمة صاروخية استهدفت موقع قريب. ما هي آخر منطقة ساكنة ساخنة ما هي آخر منطقة ساخنة زرتموها دكتور غيث؟ هي جنوبي الأراضي، من المنطقة الجنوبية من منطقة مدينة خرسون، وهي التي تقع تحت الاحتلال الروسي، وهي التي هي محاصرة شعبها وأيضا سكانها من الخروج من الأراضي هذه المنطقة، كونهم بدأوا بعمليات انفصالية جديدة، وهي تحاولون القوات الروسية فرض الهيمنة الروسية عليها من تغيير العملة المستخدمة حاليا، وأيضا من شن قانون جديد وهو إبرام اللغة الروسية في المدارس، وأيضا تغيير عمدة المدينة إلى عمدة موالية للأراضي الروسية. ونحن نعلم أن مدينة خرسون هي لا تبعد إلا بضعة أميال على المنطقة المؤدية إلى شبه جزيرة القرم المحتلة، فهذه تعتبر من المناطق الاستراتيجية المهمة التي تسعى روسيا من خلالها إلى ضمها إلى شبه جزيرة القرم، وهي مدينة خرسون، وهي التي تعتبر المنطقة الاستراتيجية من حيث توريد المياه التي تم قطعها من قبل القوات أو الحكومة الأوكرانية في الماضي بعد أن حاولت روسيا احتلالها، وبعد أن احتلت شبه جزيرة القرم قامت الحكومة الروسية الأوكرانية بقطع موارد المياه، مما جعلها في أزمة كبيرة، وهي حالة انتقامية يقوم بها اليوم الجيش الروسي من السيطرة على هذه المدينة لاسترداد الموارد المائية، بالإضافة إلى أخذ هذه المدينة كونها هي مدينة ترتبط بالقرب من إقليم الدنباس شرقية الأراضي. طيب كلام مهم دكتور غيث.